في الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما. صباح الخير يا أبونا، كل سنة صباح الخير يا أستاذة منى، زي حضرتك يا أهلا، كل ضيوف حضرتك يا أهلا بيك. أنا سمعت جزء من الحديث الهام جدا، ونرجو جميعا نتكاتف من أجل حفاظ على مصر. في أيدي مخربة كثيرة جدا من بره طبعا، وبتمول للأسف بتمول ناس من جوه، وأول مرة اكتشف إن في أعداء البلد بيكون من أهل البلد، ده خطير جدا، يعني صعب نلاقي عدو البلد أهل البلد. فإحنا عشان كده عايزين نتكاتف كلنا كمصريين كلها. عارف يا أبونا، لما الأسبوع اللي فات كنت أنا هنا على الهوا في صباح دريم، وأصدقاء كثيرون ليا الحقيقة، منهم أصدقاء يعني كلهم مصريين، منهم المسلم ومنهم المسيحي، بعتولي على الهوا بيقولوا لي أرجوك اقري الكلام ده على الهوا، أرجوك حذري الناس وخليهم ياخدوا بالهم إنه في أعداد كبيرة جدا من الأكاونتس أو الحسابات على فيسبوك وعلى تويتر بيكتبوها بأسماء ناس مسيحيين، يعني أكتب كارولين، أكتب كريستين، أكتب جرجس، وانزل شتيمة في المسلمين، وانزل كذا، وانه دول في النهاية في أغلب الأحوال ما بيبقوش أصلا مسيحيين. شغل اللجال الإلكترونية لحضرتك طبعا وإحنا كلنا دلوقتي عارفينه. أنا عايز أرجع وأسألك تاني على فكرة التكاتف اللي حضرتك بتتكلم عليه، إزاي نتكاتف دلوقتي؟ بص حضرتك، التكاتف هيجي من طرق كتيرة جدا. أنا رأيي مجموعة معينة، مؤسسات البيت والمسجد والكنيسة والإعلام زي حضراتكم، الإعلام الشريف اللي بيوصل رسالة مهمة جدا وصادقة ومخلصة للمجتمع، والتربية والتعليم مهم جدا، والفن. احنا عاوزين نتكاتف مع بعض من اجل النهوض بمصر. التكاتف ده حضرتك لو قمنا بيه مع بعض هنقدر نغير الصورة، هنقدر بدل ما يتغسل ادمغة الشباب ملوش ذنب، بيتغسل دماغه بناس بيضحكوا عليه، فاحنا عاوزين نعمل العكس، ونقول للارهابي ده مسكين اللي هو فجر نفسه، نقول له لو اللي هو بعتك حاسس انه ده اقرب طريق واقصر طريق للجنة، ما كان عمله هو، صح ولا لا؟ نعم استاذة منى، نعم معاك يا فندم، اتفضل. بقول لحضرتك لو كان اللي هو بعته اللي بيحرضوا على كده، لان هم محرضين كبار بياخدوا الفلوس يتمولوا هم، ويعيني بيبعتوا الشباب يفجروا نفسهم، لو هو حاسس انه ده الطريق للجنة طب ما كان عملها هو. صح كده، صح كده. اذا كان الحزام الناسف هو طريقك الى الجنة، لما كان المحرض قد اعطاك اياه، لكان هو قد ارتداه. بس فعشان كده عايزين حضرتك انه دايما نتكاتف ونوعي. هو بيعملوا غسيل مخ غلط، احنا نعمله غسيل مخ صح. صح، بنعلمه ازاي بالفعل انت عشان حفاظا عليك واسرتك وكل دوت هنا، لان عمر ما ربنا يرضى انك انت تقضي على حد، حتى لو مخطئ، حتى لو ايه، بانك تقتله، لان الوحيد اللي في ايديه السلطان على الحياه والموت هو الله لوحده. ونعم بالله، والله خلقنا جميعا، ولازم يرجع للايات، حتى في القران عنده لازم يكون واعي، بيقول له يا ايها الناس، ما قالش ايها المسلمون، يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بمعنى ايه؟ الله. بمعنى ان ربنا عاوزنا كده مختلفين عشان نعرف بعض اكتر، نحب بعض اكتر. فياريت يكون في توعيه من كل المؤسسات حضرتك، ونلغي بقى في كلامنا كلنا في كل الوسائل ان اقول ده مسيحي ده مسلم، لا احنا مصريين، مصري. صح. انا شايف قدامي مصري. صح. شايف اخويا مصري وبس. صح. ده اللي انا عاوز اشوفه قدامي. حضرتك لو تاخد بالك احنا على الشاشه في صباح دريم، كل واحد يبدا بنفسه ويشتغل على نفسه، احنا كاتبين وبنقول صباح دريم يهنئ المصريين بعيد القيامة المجيد. برافو برافو. مش يهنئ الإخوة المسيحيين والإخوة الأقباط وما في، المصريين إحنا بنهني بعض. دي أجمل حاجة أستاذة منى، أنا بحطها على فيسبوك عندي حضرتك، أنا كل اللي عندي على فيسبوك كله حضرتك، أنا عندي 2000 وشوية صديق بيقروا نفس الحكاية، عمري ما بهني في أي عيد اسم دين، بقول هني المصريين بعيد الأضحى. عايزين يا أبونا نشتغل على السينما بقى، يعني إحنا عندنا فيلم بديع اسمه حسن ومرقص، والله لغاية دلوقتي لما بيتعرض الواحد شافه 300 مرة، المشهد الأخير في الفيلم لما العمارة دي بتولع والعمارة دي بتولع وحسن بيحابي على أهل مرقص، ومرقص بيحط إيده في إيد حسن وبيحميه، اللقطة دي لغاية دلوقتي يعني بتقشعر لها أبداننا. عايزين ده كتير بقى، ما نعملش فيلم كل 100 سنة وخلاص. بالظبط حضرتك، احنا نتعاون مع بعض، وانا بتكلم حضرتك مع فنانين كتير، وخدت مجموعه فنانين، رحنا زرنا المصابين بتوع احداث طنطا، رحنا لهم وزرناهم وسمعوا بنفسهم التسامح، درجه التسامح والحب، وعايزين يوصلوا رساله لداعش والارهابيين، احنا بنحبكم، احنا بنسلم ايديهم، احنا مش عاوزين تخسروا الحياه بعد هذا الموت، بعد الموت تاخدوا حياه ثانيه، زعلانين عليهم انهم يخسر انه يكون مع ربنا.
فده اللي احنا عاوزين نوعيهم، يا شباب خلي بالكم على نفسكم. بمناسبه الكلام عن انك تكون مع ربنا، حضرتك قلت لي ايه قرانيه كريمه، اسمح لي بقى انا اقول لحضرتك: كن مطمئنا جدا ولا تفكر كثيرا بالامر ودع الامر لمن بيده الامر. الله، كلماتك بابا كرولز جميل جدا. بابا كرولز، انا بشرح لك استاذه منى بجد، وربنا يوفق حضراتكم للرساله الانسانيه اللي بتعملوها الى الامام دايما، واحنا مع حضراتكم يا رب. بشكرك جزيل الشكر، كل سنه واحنا كلنا طيبين يا رب. الاب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي لل